تفضل سيد الوزير. شكرا سيد المستشار على تقديم هذا السؤال. بغيت نذكر بان المغرب تيتوفر على 25 مطار، 25 منها 19 مطار دولي، وتيغطي حقيقه مختلف الجهات ديال المملكه، وتتبلغ حاليا الطاقه الاستيعابيه الاجماليه للمطارات المغربيه 39 مليون مسافر سنويا في وقت ما تتجاوزش 25 مليون ديال المسافرين سنويا اللي تدوز عبر هذه المطارات. وهذه الشبكه تعززت خلال السنوات الماضيه بالمحطه الجويه الجديده لمطار مراكش المناره اللي تتوصل الطاقه ديالها ل 6 مليون، وكذا المحطه الجويه الجديده لمطار فاسيس اللي ترتفع الطاقه الاستيعابيه ديالها ل 2.5 مليون، وايضا المحطه الجويه الاولى لمطار محمد الخامس اللي رفعت طاقه المطار الى 14 مليون. تم ايضا افتتاح المحطات الجويه الجديده لكل من مطارات قلميم والرشيديه وزاكوره، فضلا عن المحطه الجويه الجديده لمطار العروي بن ناظور بطاقه استيعابيه تصل الى 2 مليون مسافر سنويا. من جهه اخرى الاشغال متواصله لبناء محطه جويه جديده بمطار رباط سلا تتسع لاستقبال 4 مليون مسافر في السنه، اضافه الى اعطاء انطلاق اشغال توسيع مطار تطوان ثانيه رمل والتحضير لاعطاء انطلاق اشغال مطار الشريف الادريسي بالحسيمه. من جهه اخرى تيتوفر المكتب الوطني للمطارات على برنامج توسيع مجموعه من المطارات باش يواكب نمو حركه النقل الجوي، وخاصه في مطار مراكش طنجه واكادير وكذا القطب الدولي للدار البيضاء. وشكرا.